لكن لينا فلوس، لينا فلوس لما نقعد عند لك، بقول لك لينا فلوس. فتحل المشاكل بتاعه الامور الماليه دي هتحل مشاكل الزمان. شايف ان ازمه الحجوزات الماليه دي كانت بتتاخد بشكل خلاف شخصي مع المستشار المنتخب منصور؟ والله شوف، تسميها بقى زي ما تسميها، المهم في حجوزات على النادي وعلى فلوس النادي، واحنا مخنوقين مش عارفين نجيب فلوس. اخيرا الناس كلها او اعضاء الجمعيه العموميه بتتساءل، هل مستشار المنتخب منصور ممكن ينزل مره ثانيه الانتخابات الحاليه؟ والله انا كل شيء وارد، لكن هو طبعا ما هيقوليش اذا كان هو لو بس انت بانتظاره، يعني انت نازل مستقل، ممكن لو هو نزل ممكن تبقى معاه في قايمه. ما هو انا ما فيش، ما هو لو نزلت قايمه قوي انا انزل قايمه، مش عايز كلام. يعني انت مرحب ان تنزل معاه في ولايه جديده، ما عندكش اي مشاكل تكون في مجلس مرتضى منصور لو نزل؟ يا جماعه شوف، نتفق او نختلف، المستشار مرتضى منصور عمل شغل في نادي الزمالك يشهد به العدو قبل الصديق، شغل كل الناس عارفاه، محدش يقدر ينكره ولا حد يقدر يعمله مع احترامي، عشان ما نظلمش حتى اللي جاي. يعني انت لو جيت تعمل مقارنه بينه وبين الناس اللي جايين هتظلم اللي جايين، لان ما عندهمش الامكانيات يعملوا اللي حصل في نادي الزمالك، صح كده؟ لكن احنا لما اتخنقنا في الحجوزات قلنا خلاص ندي فرصه، ما هو المستشار المنتظر ما كانش معانا، ما كانش ساعتها معانا، فقلنا ندي الفرصه لناس ثانيين، لمجلس جديد يقدر يحل المشاكل دي والناس تتعاون معاهم ويحلوا المشاكل، ولو اتحلت المشاكل الفلوس موجوده. سيادة اللواء، رغم ارتباطك بمستشار مرتضى منصور، ما عندكش مشكله تكون مع اي رئيس نادي تاني لو نجحت في الانتخابات اللي جايه؟ شوف انا بحب نادي الزمالك،